بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم من الالتحاق بقناتي. قدم اختبار الفصل الثالث في مادة اللغة الفرنسية على السنة الثالثة ابتدائي بروجي نيمورو 4. التمرين الأول، كلاس لي مو دون لو تابلو سويفون. عندي ان تابلو فيه الكلمات اللي اس نقراها اس، ولا الخانة الأخرى الكلمات اللي فيها الزاد، ولا فيها الاس نقراه زاد. لي مو اللي عندي اون غوز، اوسي لو ليزار، la souris, le zèbre والكلمة الأخيرة سارة. إذا عدي هنا الأس وانت نقرها أس، نقرها أس من تكون وحدها، وانت نقرها زاد من تكون entre deux voyelles، تكون بين حركتين. كتكون عندي أس وحدة بين حركتين نقرها زاد، وهذه زاد وانت نقرها زاد من نلقى هذا الحرف. إذا عندي هنا رقم واحد الكلمة الأولى، الكلمة الثانية، الكلمة الثالثة، quatrième mot, cinquième mot et le sixième mot. On dit le premier mot rose, hnaya. Le deuxième mot aussi, hnaya. Le lézard, hnaya. La souris, s, hnaya. Le zèbre, z, hnaya. Et Sarah, s, hnaya. هذا هو التمرين الأول. نروح الآن للتمرين الثاني. Mets les animaux dans une colonne et les fruits dans une autre. دير الحيوانات في خانة والفواكه في خانة أخرى. عندي لي بانان، لا شيفغ، لي بانان هي الموز، لا شيفغ هي العنزة. لي سوريس، عندي لي زورونج، لو شيفال اللي هو الحصان، لو كوك اللي هو الديك. نبدو على بركة الله. عندي هنايا لي بانان فاكهة، إذا لي فخوي واحد، هنايا لي فخوي واحد. عندي نيميرو دو لا شيفغ، لا شيفغ سي ان انيمال، اللي ونديرها هنايا نديرها هنا. لي شوريس فاكهة، من هنايا 3 4 5 6. عندي لي شوريس فخوي، إما لي 3. لي زورونج ثاني البرتقال، هنايا لو شيفال، لو شيفال هو الحصان هنايا، لو كوك هو الديك هنايا. مالي لي زانيمو، عدي لا شيفغ، عدي نيميرو 2 هو لا شيفغ، نيميرو 5 هو لو شيفال، نيميرو 6 هو لو كوك. و لي فخوي عندي نيميرو 1 لي بانان، لي شوريز و لي زورونج. عندي التمرين الاخر، واش قال لي؟ قال لي دي لور، والله كالور ايتيل، شحال راه الساعه؟ شوف هنايا قرينا الساعه قريناها من البروجي نيمورو 4 كامل. عندي هنايا راه السبعة، واش نقول؟ الي 7 الي 7 هنا شحال راه الساعه؟ راه 8. واش نقول؟ الي 8 نكتبها هنايا، نكتب 8 هنا شحال راه الساعه؟ راه 12 تاع نص النهار. إلي ميدي، راها 12، إلي ميدي. قاعد لي التمرين الأخير، واش قال لي؟ قال لي إكخي أون كورسيف، يعني كتب الكلمة متلاصقة. باش نكتب الكلمة المتلاصقة وندي فيها العلامة الكاملة، ياك إلي أولا نحترم أبعاد الحروف، نحترم كذلك بلي الجملة تبدأ ماجيسكيل وتكمل بأن بوان. عندي هنايا سي ماجيسكيل 3 انترلين 1 2 3. نوضح الكتابة هنايا باش تبان لك. ها سي ماجيسكيل 3 انترلين، الاش 3 انترلين، الا ان سول انترلين، الاف دايره كيفول تطلع 3 وتعود 2 هاك 3 انترلين ثاني. ها شافيك ام، كل الحروف تاعها ان سول انترلين بياض واحد. ها ام لي ال 3 انترلين، ال ان سول انترلين، والاس ان سول انترلين. لي زاني مو، كاع هاد الكلمة كاع الأبعاد تاع الحروف تاعها بياض واحد. ها كاين واحد دروس داخلين في بروجي نيمورو 4 ما درتهاش، من بينها لي موايان دو ترونسبور، لي موايان دو ترونسبور رجعوهم ليهم ورجعوهم للتلاميذ. واش رجعوهم؟ طبعا لي موايان دو ترونسبور اللي نعرفوهم كاع التلاميذ يعرفوهم، يعرفو لا فواتور، لا فواتور اللي هي السيارة قريناهم، لي موايان دو ترونسبور قريناهم، لافيون اللي هو الطائرة،
كذلك لو كاميون كاع هادو كاع اللي تعرف لهم موايان دو ترونسبور حفظهم، كذلك لو فيلو للدراجة. هادو قولهم لي موايان دو ترونسبور، لي موايان دو ترونسبور، وسائل النقل، لي موايان دو ترونسبور. قريناهم ثاني، قريناهم في بروجين نيمورو 4. قرينا كذلك حاجة أخرى ثانية قريناها، الحيوانات المزرعة يقولها لا فيرم، هذه بعض المصطلحات اللي لا فيرم، بعض المصطلحات اللي لازم التلميذ يكون يعرفها. لا فيرم الشهير، لا فيرم هي المزرعة. الحيوانات اللي قريناها طبعا قرينا لي زانيمو دوميستيك، الحيوانات الأليفة، لي زانيمو اكس، لي زانيمو دوميستيك. هنا التلميذ يلي يكون يعرفها لي زانيمو دوميستيك، لا شيفر، لو شيفال، لا فاش، كاع الحيوانات اللي نكتبهم لكم ما كانش حتى مشكل. عندنا لا فاش التلاميذ كاع يعرفوها، البقره، عندنا لو كوك اللي هو الديك، عندنا لا بول، لو لابان، لو شيفال. نتمنى الخطر واضح والكلمه ثانيها باينه، لو شيفال. كذلك الحيوان تاع اللي تعرفوهم لو موتون. قرينا الحنواء الحيوانات الاليفه، قريناها في لا فيرم مع انكل سليمان. كل يدير لغه الكلمه داروش الوقت تاع رمضان كان يجري. طبعا الشيء الاخر اللي ركز عليه كذلك في نهايه الفصل الثالث هي القراءه. طبعا اللي راه يشوف في هذا الفيديو رجعوا مع الابناء تاعكم الحروف تاع القراءه، على خاطر نصوص القراءه تاع السنه الرابعه ابتدائي راح تكون صعبه جدا. راح الابن تاعك يطلع السنه الرابعه ابتدائي راح تلقيه بلي ماهوش قادر يقرا نص القراءه. علاه؟ على خاطر المراجعه ما كانش. كيما راكي ترجعي له في اللغه العربيه باش يقرا، رجعي له كذلك في اللغه الفرنسيه باش يقرا. رجعوا له الحروف، الحروف المركبه لي سون كومبلكس ولي فوايل، كاع عاودوا رجعوا لهم في الكونجي باش يتمكن في السنه الرابعه ابتدائي باش يقرا نص القراءه. الاختبار موش مهم، الاختبار يعرف كل هذو ياك التلاميذ لهم في القسم وحلوهم وكل شيء، بصح تبقى مشكله القراءه عندنا في السنه الرابعه. نصيحه لكل الاولياء، لكل الامهات اللي هتشوف في الفيديو تاعي هنايا، كونجي الصيف ما تخليش الابن تاعك يلعب فقط، كيما كنتي تدربي على القراءه تاع اللغه العربيه دربي على اللغه تاع على القراءه تاع اللغه الفرنسيه. رجعي له الحروف، شري له قصص وخليه يهجي، وين ما قراش خبريه باش يدخل السنه الرابعه ابتدائي شويه عنده كفاءه. السنه الرابعه ابتدائي راح نعاودوا الحروف في بدايه السنه، علاش نقول التلاميذ الغالبيه كامله نسينا الحروف. طبعا استغليت هذا الفيديو باش نقول هذه النصيحه، تمنيت لكم بالتوفيق والى اللقاء في فيديو اخر.